يقول حفظكم الله: ما حد التشدد؟ لأن كثيرا من الناس لم يفهموا ذلك ويتهمون المتمسك بأوامر الله تعالى بأنه متشدد. التشدد هو الزيادة، التمسك بأوامر الله من غير زيادة هذا طيب، أما إذا بلغ حد الزيادة هذا هو التشدد. نعم، فيه الآن الصحف وبعض الكتاب المنافقين يصفون من تمسك بدينه بأنه متشدد، ويسمون الذي يخالف أوامر الدين يسمونه متسامح. متسامح هذا باطل، هذا كلام باطل. التشدد هو الزيادة عن المشروع، هذا هو التشدد. أما التمسك بالمشروع فهذا اعتدال ليس تشددا. نعم.